اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم احنا واقفين في ظهر ابطالنا الاولمبيين ان شاء الله لغايه ما يوصلوا على منصه التتويج، لانه هم يحملوا تيشيرت منتخب مصر. والحقيقه ده اكبر حدث رياضي بيحصل في العالم كل 4 سنين، وبيقيس قد ايه الدول قدمت في الرياضه خلال 4 سنين اللي سبقت الاولمبياد. النهارده بطلنا ونجمنا ونسرنا الاهلاوي اللي موجود معانا في الاستوديو احد هذه الابطال، ولازم حقه علينا يكون معانا وهنتابعه وهنشوفه. وابتدينا من النهارده ومن قبل كده والله، بس ابتدينا من النهارده لانه كان اجندته يعني مليانه. معانا النهارده مصطفى الجمل اللي برحب بيه في الاستوديو، اللي هو بطل مصر وافريقيا في رمي المطرقه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك ازاي سمر، ربنا يخليك. منور قناه النادي الاهلي. نورك، ربنا يخليك، نور كل الموجودين. غلطت انا في حاجه في المقدمه؟ لا 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 لا، جميل جدا، ربنا يخليك استاذ هيثم. طب احنا عملنا تقرير عنك كده كابتن مصطفى عشان العالم او الجمهور يشوف قد ايه انت عملت لمصر ولسه هتعمل مصر. نشوف كده ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حوارنا او نبتدي حوارنا مع مصطفى الجمل. مصطفى الجمل هو بطل من ذهب، نجح في الوصول إلى منصات التتويج منذ الصغر في لعبة رمي المطرقة، وهي واحدة من ألعاب القوى أم الألعاب، والتي تحظى باهتمام كبير في مصر. وضمن نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني التواجد في البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين، وفقاً للتصنيف العالمي للعبة. ويعد الجمل واحداً من أبرز لاعبي رمي المطرقة في مصر، وسبق له الفوز بالعديد من الألقاب المحلية والإفريقية، فهو بطل العرب وإفريقيا والبحر المتوسط، وصاحب الرقم القياسي المصري والعربي والإفريقي، والحائز على فضيتي كأس العالم للقارات مرتين على التوالي عامي 2014 و2018. ولد في الأول من أكتوبر عام 1988. بدايته مع رياضة رمي المطرقة كانت وهو في 14 من عمره، وذلك في عام 2002. كان ظهوره الأول خلال البطولة العربية للشباب عام 2006 التي أقيمت في مصر، وهي البطولة التي نجح البطل المصري في الفوز خلالها بالميدالية الذهبية. واعتاد النسر الأهلاوي على التتويج بالميداليات الإفريقية والعربية منذ مرحلة الشباب، كما سبق له المشاركة في بطولة العالم لرمي المطرقة، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، فيما حرمت الإصابة نجم الأهلي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 لتضيع على مصر فرصة المنافسة على ميدالية أولمبية في ألعاب القوى. وإذا ما حاولنا استعراض تاريخ الجمل في الميداليات والبطولات التي حققها، فلربما نحتاج لمجلدات وأوقات طويلة للحديث عنها وسردها.